وهذه الدورة الرابعة في العلاقات بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي والبريطاني، وهذه فرصة اللي كتخلينا نتقاسموا التحديات والفرص ديال السنين المقبلة، وبالخصوص الحكومة ديالنا والبرنامج الحكومي اللي غادي نتناقشوا على التحديات وعلى تبادل الطلبة الباحثين والطلبة ككل والأساتذة الباحثين، ونتعاملوا باش نقويوا من العلاقات اللي كاينة اليوم اللي تنتمنى وهو هذه العلاقات تكون وطيدة وتكثر، لأن عارفين بأن التعليم العالي المغربي محتاج بانفتاح على الدول الأجنبية وبالخصوص الدول البريطانية والأنجلو ساكسونية.